السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مروة من مطبخ مروة. النهاردة هنعمل مع بعض، ناس كتير جدا سألوني عن طريقة تنظيف الفراخ، وهي بنوتات كده لسه صغيرة ما اتجوزتش او لسه هتتجوز برضو ما بيعرفوش ينضفوا الفراخ، دايما بيقولوا فيها بيبقى فيها ريحة الزفورة. ناس كتير جدا قالت لي الفراخ البيضة مهما بنعملها بتبقى فيها ريحة زفورة. انا هقول لكم النهاردة على طريقة حلوة جدا ما بتخليش ريحة زفارة خالص في الفراخ. انا بعملها على طول، بس ضفت عليها مجددا يعني مكون كده فعلا فعلا ما بيخليش زفارة نهائي. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ مع بعض. انا عندي فرخة هنا هنعمل عليها يعني، وهوريكم كمان ازاي نستفيد بالفرخة لما تكون كبيرة زي كده نعمل منها كذا وصفة. الفرخة دي فجيت بقى اختي بتربي فراخ، هي فراخ بيضة برضو بس هي بتربيها في البيت، بس هي صراحة فراخها بسم الله ما شاء الله كأنك بتاكلي بط، طعمها تحفة. الفرخة طبعا زي ما انتم شايفين الله اكبر، بصوا كبيرة قد ايه، كبيرة جدا، فانا عشان كده مطلعة واحدة بس. هي مدياني يعني فراخ كتير مش صراحة، ربنا يخليها لي. فهي بتربي وما بتعرفني رايحة او حد جايلي لازم تبعتلي، وبقعد اقول لها لا بس هي لازم تبعتلي. حتى الكبد بتاعت الفراخ والقوانص والحاجات دي حطها لي في كيسة لوحدها مع الفراخ، فيعني ربنا يخليها لي وربنا يخلي كل واحده اختها. طبعا الاخت ما بتتعوضش. انا عايزه اقول لكم ازاي بقى ننضفها وازاي نستفيد بكل قطعه منها. نقول اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم. هي طبعا عشان كبيره، انا ولادي طبعا اللي متابعني عارف ان ولادي ما بياكلوش الفراخ مسلوقه خالص، او حتى لو بياكلوها كل فين وفين، فانا هاخد الصدور اعملها لهم وصفه ليهم هم، وانا وزوجي هنسوي الاوراق نعملها وصفه لينا احنا. فيلا بسم الله الرحمن الرحيم كده، ونقطعها مع بعض ونغسلها ونشوف هنعملها ازاي. اول حاجه كده همسك الفرخه هنقطعها ازاي. بصوا انا باجي هنا كده من عند الورك واقطع. طبعا ده ينطبق على فرخه كبيره او فرخه صغيره، طريقه التقطيع او التنظيف. امسك الفرخه كده، امسك الفرخه كده من هنا وابتدي ايه اقطعها نصين. كده بصوا قطعناها نصين، هاخد الاوراق دي الصدور. بصوا بسم الله ما شاء الله، بصوا الفرخه كبيره جدا. الفرخه ديت هي قالت لي لما قعدت اقول لها دي الفرخه دي كبيره جدا دي قد ايه، قالت لي 4.5 كيلو على الميزان. هي عندها ميزان في البيت طبعا، بس هي بتوديها للفراخ يوزنها وينضفها، بتقول لي 4.5 كيلو. فعشان كده طبعا دي كبيره جدا، فانا هعملها ليهم وصفه بالصدور، وهعمل الاوراق ليا انا وزوجي وكده، احنا بنحب الفراخ مسلوقه عادي. هقطعها كده الحته ديت كده اللي بتبقى هنا دي الدهنه دي، هشيلها بكل الحتت دي كده. على فكرة أختي دي في اسكندرية وبتربي الفراخ عادي، لأن البيت بتاعهم بيت عيلة فبتربي الفراخ عادي. أهو بصوا كل ديت كده هرميها طبعا ملهاش لازمة، وطبعا ده ننضف كل الحتت ديت. بس هنقسم الورك الأول، نقسمه بقى ازاي؟ بصوا كده اهو، بصوا قسمنا الورك ازاي. الورك طبعا ضخم جدا، مش هقدر ابدا اعمله كده، حتى لو عملته كده مش هقدر انا اكمل الورك ولا جوزي هيقدر يكمل الورك. فانا هقسم الورك الدبوس لوحده، اخلي الدبوس لوحده والقطعه اللي فوق ديت لوحدها. بصوا انا طلعت التجمعات الدمويه اللي بتبقى هنا كده، تبقى في الحته دي، لان دي بتعمل زفاره الفراخ بتاعتها بجد. اللي بتربي في البيت عارفه بجد بجد طعمها حلو جدا. لا واخده بقى هرمونات، ولا واخده حقن، ولا واخده الحاجات اللي بياخدوها دي. ولو عايزين تعرفوا يعني بتتربى ازاي، او عايزيني اصور لكم فيديو من عندها لما اروح ان شاء الله، هي بتعمل لهم ايه وبتربيهم ازاي وكده، علشان اللي عايز حابب يربي في البيت قولوا لي في التعليقات، وانا اخليها اصور اروح لكم عندها واصور معاها فيديو واخليها تقول لكم هي بتعمل ايه.
دي بتاكلهم بصل وثوم كمضاد حيوي يعني بدل الادويه اللي بيدوها لهم وكده. فصراحه لا هي فرخه ما شاء الله الله اكبر جميله جدا جدا. بصوا نضفناها كده، طبعا ده كله هيتنضف تحت الحنفيه، خلي الصدر لوحده، دي الاوراق بقى لسه حبايبي احنا هننضفهم بقى تحت الحنفيه. بصوا كده هي بحطها سخنه من كتر ما هي الميه الدنيا حر. اسكندريه طبعا الجو جميل ومش حر خالص، بجد كنت بتغطى كل يوم يعني. هنا بقى لا الجو حر وشغلت المروحه لغايه لما جيت ما كناش بنشغل المروحه عند ماما. بصوا بننضفها بنطلع اي طبعا لو فيها ريش بنشيله، لو فيها يعني بقايا ريش ولا حاجه الفرارجي ما طلعوش بنشيله. بس بصوا هي بسم الله ما شاء الله حتى الفرارجي اللي احنا بننضف عنده عامه يعني نضيف جدا جدا فما فيهاش اي حاجه. حط الطبق كده والورك التاني طبعا الدهون ديت بنشيلها لو هي دهون يعني مش حلوة. الدهن اللي فيه بصوا تحسوه مصفر لانه تربية بيت. بصوا جميل ازاي، بصوا بجد ما شاء الله تسلم ايديها. انا هلم ده طبعا كده في كيسة جنبي هنا في عشان ده ما ينفعش تحطيه مع الزبالة لان هيخلي تنظيف سمك تنظيف فريخ تنظيف كرشة الحاجات دي كلها. اوعي تحطيها في الباسكت بتاع الزبالة، لازم تعملي لها كيسة كده جنبك لوحدها بعد ما تخلصي تنظيف الحاجات دي على طول على طول ترميها في الزبالة، ما تخليهاش ابدا عشان هتعمل ريحه وحشه جدا. فبقى هوريلكم احنا كده نضفناه بس لكن لسه ما غسلناهوش. ماشي هوريلكم بقى نقطع الصدر ازاي، نحطي مع بعض الصدور عشان نعملها بقى ايه. انا ممكن اعمل لهم منها شاورما، شيش طاووق برضو بالصدور عملته معاكم قبل كده، ممكن نعمل منها كفته فريخ، ممكن نعمل منها حواوشي فريخ، كل حاجه تنفع من الفراخ يا جماعه زي استخدامات اللحمه بالظبط. في ناس كتير ما بتاكلش اللحمه او عندها حساسيه تستخدم الفراخ عادي جدا. بص اول حاجه طبعا هقطع الحته ديت اللي ملهاش اي لازمه في الجناح، وممكن لو كذا فرخه يعني هي مدياني ما شاء الله اربع فرخات، فممكن لو كذا فرخه زي كده نجمع الاجنحه بتاعتها ونعملهم وصفه حلوه بالاجنحه ان شاء الله هنعملها مع بعض. بصوا بس صراحه هي دي اكبر فرخه فيهم يعني هما التانيين كبار برضه 3 كيلو 3 كيلو ونص وكده، التانيين كبار 3 كيلو ونص بس دي اكبر واحده فيهم بقى. بصوا انا بشيل بقى ايه من الصدر الزي، الصدور ديت هخليها ازاي. بصوا الرقبه زي ما هي اهي، هدخل السكينه بتاعتي جوه. بصوا دخلت السكينه ازاي اهي، واخد سلسله الظهر دي كلها اشيلها. طبعا لما السكينه بتبقى حاميه معاكي بتسهل عليكي كتير. طبعا انا كان نفسي اعمل معاكم كل الفراخ واقسمهم بقى واعمل مثلا منهم كفته واعمل منهم مش عارفه ايه وكده واشيلهم كلهم معاكم، بس اللي حصل طبعا اللي انتوا عارفينه خلاني ما اقدرش اعمل اي حاجه من دي. حطيت الفراخ في الفريزر وبدات بقى انضف زي ما انتوا شايفين في اللي حصل قبل كده. فيعني ربنا يعافينا يا رب وما يكتبهاش لحد ابدا. بصوا كده اهي شلت الرقبه كلها بسلسله الظهر. طبعا بقول لك جلد الفراخ ما تاكلوش، اه طبعا في الفراخ اللي بشتريها من الفرارجي ما باكلوش ابدا، برميه بقعد اقول لولادي محدش ياكل الجلد مش عارف ايه وبشيل منها اي دهون. لكن الفراخ دي فراخ يعني تحفه، ما يعني حتى لو الاولاد بيحبوا الجلد ياكلوه على فكره ما فيهاش اي حاجه. هنبتدي بقى ايه نشيل الصدر دي. طبعا انا مش عشان مش بتاع فراخ فانا مش عارف اشيله كله كده ايه. بصوا انا باجي من هنا طبعا انا بنضفه بخليه على قدي، انا مش فرارجي، باجي من هنا وبعمل فتحه. بصوا كده بالسكينه بدخل ايديا
بصوا بفصل العظم عن اللحم، بصوا وانتعسوا لها وتفصل. بصوا حبايبي كل ما الاقي حته عضمايه يعني شابكه كده ومش عارفه ده سن السكينه واعمليها، سن السكينه رفيعه بس بدل ايدك نافعه يعني صبعك هيتحكم فيه اكتر. طبعا اسفه على المنظر بس احنا كتير بيبقى عندنا كده عايزين نخليه نعمل بيه حاجه تانية، وانا بالذات اتعلمت كل الحاجات عشان ولادي مغلبيني في موضوع الاكل. بصوا حبايبي اهو، بصوا بصوا اهو، بصوا بطلع العظم اهو كده، والناحيه التانيه هكذا زي ما طلعت من الناحيه دي كده، الحته اللي بتبقى زي القرقوشه دي بدخل صبعي بينها اهي، بدخل صبعي كده في الحته، بصوا الحته اللي زي القرقوشه دي بدخل صبعي جنبها كده واسلك. على فكره صبعك مش هيهريها زي السكينه اهي، بصوا طبعا بتاع الفراخ بيخليها في ثواني يعني، هي صراحه لما بتجيبها بتخليها بتخلي يخليها لها وكل حاجه، بس هي ما كانتش تعرف انا عايزاهم مخليين ولا ايه. بصوا بس هي عارفه ان انا مش بغلب يعني اهو كده، بصوا كده زي ما عملنا الناحيه دي هنعمل الناحيه دي اهي، بصوا اهو صدقوني بصباعكم بايديكم كده هتطلع مش متهربده، لو عملتوها بالسكينه طبعا احنا غير الفرق دي ممكن تتهربد منكم شويه اهي. بصوا خلاص كده طلع الهيكل اهو لوحده، بصوا الهيكل اهو هلا كده، هبتدي بقى اسلكه ايه بس كده بسيط بالسكينه عشان طبعا ايه يطلع معايا بين العظم، همشي كده مع العظم، بصوا مع العظم اهو اهو، يا رب يكون واضح، تعالى الناحيه دي احسن عشان تبقى واضحه اهو، بصوا جنب العظم كده وهبتدي اسلك بالسكينه نيجي بقى من هنا كده ندخل السكينة عشان ايه ناخد الجزء ده، هي اول حتة بس تطلع خلاص كده اهي خلاص. كده هناخد بقى الجناح كده مع الهيكل ده اللي احنا طلعناه بتاع الفرخه
اهو بصوا كده. بصوا باخد الهيكل كده اللي احنا خرجناه ده مع الجنيح اهو. بصوا خرجناه اهو اهو خلاص كده تمام. نسلكها بس وخلاص. طلعنا الهيكل بصوا طبعا ده كله هيتنضف. بصوا كله لحمة برضو يعني ينفع خالص يتاكل عادي خالص. طلعت منه برضو حتت لحمة فمش حكاية لان احنا هناكله كده كده. بصوا ده ممكن بقى كذا واحد كده ويتعمل في صينية بطاطس تبقى حلوة جدا. وايجي معانا طبعا دي الحتة اللي بتبقى عاملة زي الموزة في الصدر. وايجي معانا الصدر اهو. هنشيل الجلد طبعا مش محتاجينه عشان احنا هنعمله بقى ايه وصفة يعني للوليد. كفتة بقى ممكن بانيه ممكن شيش طاووق زي ما قلتلكم ممكن فراخ الستريبس ممكن حاجات كتير جدا ممكن تتعمل بيه. وانا برضو هعمل التنين كده لان ولادي شايفه ياكلوها كده. انا هغسلهم بقى كلهم وبرضو هنقحهم. في اي حاجة هنا هنضفها عظمة حاجة كده. بصوا اهي دي نضفنا الصدر مع بعض. بصوا شلنا منه اي حاجة مع بعض وطلعناه. والهيكل برضو كده الجناح يتعمل الاجنحة دي كذا واحد بقى يتعمل كده في صينية بطاطس. جميلة جدا حلوة قوي. وممكن لو انت هتعملي كفتة وكده تطلعي بقية اللحم اللي فيهم ده لو انت مش محتاجاه يعني مش عايزة ترمي العضمية دي. طلعي بقية اللحمة وتضيفيها عليهم وتعملي بيها الكفتة لان كده كده هتتفرم. يلا بينا بقى نشوف هنغسلهم ازاي مع بعض. بصوا هناخد الصدر ده اللي احنا خليناه تحت الحنفية هشطفه بس ان هو ايه اهو هشطفه بس كده. شطفته كده طبعا الحوض بتاعنا كله مغسول ومنضفاه كويس جدا. هنا كده هروح جاية ايه اوريكم هنغسله ازاي بس اغسل ايدي عشان اما امسك علب التوابل وكده. بصوا انا حطيت ايه هنا ملح اهو حبة ملح يعني كويسين جدا اهو. وحطيت عليهم دقيق وهحط عليهم معلقة كبيرة كده جنزبيل. الجنزبيل ده هو اللي بيضيع اي زفارة للفريخ. وهقلب الكلام ده كله كده مع بعض. بجد الجنزبيل ما بيخليش اي ريحة زفارة في الفريخ ابدا. بصوا ادي الفراخ بتاعتي همسكها بقى ديت اللي احنا خليناها هرش عليها كده الجنزبيل واحاول ادخله في كل حته. بصوا الدقيق طبعا بالملح بالجنزبيل ادخله في كل حته فيها. بصوا هجيب الاوراق بتاعتي بقى عشان انا هي كبيره انت تقدري تعمليها بحالها بس انا عشان هي كبيره هقسمها اتنين. طبعا كل ده هيتغسل تاني. ودلوقتي برضو همسك ايه كده الدبوس بالملح والدقيق والجنزبيل. بصوا بدعكوا ازاي برضو في الحتة اللي كنا منضفين منها التجمعات الدموية كده كده اهو. بصوا بصوا اي حتة ظاهرة كده ينفع تحطي ايدك جواها حطي بس تدعكيها كده. نعمل في الدبوس التاني نفس الحكاية. دلوقتي بقى بصوا الرقبة بتاعتنا ايه احنا مبناكلش الجلد عامة فانا هشيله كده. بصوا انا هشيل الجلد كده
ناكلوش فهشيله عادي برضو وهرميه. الرقبه بس هي اي تجمعات اللي بيبقى فيها فش او كده الراجل صراحه كان منظفها ما فيهاش اي حاجه. وهنا الهيكل ده انا هقسمه كده، يعني انا هشيله من الجنيه. بصوا انتي اكسريه بايدك كده هيطلع عادي اهي. ناخد من المفصله هنا كده واشيله. اهو اصبح الجناح كده لوحده اهو، اهو الجناح. بصوا طبعا لسه يتشطف. وده الهيكل. انت مش عايزاه طبعا، هو ما بيبقاش فيه لحم ولا حاجه. آه بس انا ايه هاخد منه، هنقعه برضو وهاخد اللحم اللي فيه ده، عشان لو نشلت اللحم منه دلوقتي هيتهربت ومشطوف ومرخ. انا مش هعمله، انا هشيل بس منه اللحم اللي فيه عشان هعمل الفراخ كفته، فهشيل اللحم اللي فيه كده. انا هعمل الفراخ ديت عادي فراخ مسلوقه، هعمل جنبها حبه مكرونه واعمل لهم برضو كفته فراخ، يعني هعمل فراخ لينا احنا مسلوقه واعمل لهم هم مكرونه وكفته فراخ. عشان كده ايه مش هصور معاكم الا المكرونه وكفته الفراخ بس، لان الفراخ المسلوقه عملناها في كذا فيديو. هصور معاكم ان شاء الله المكرونه وكفته الفراخ. آه بصوا ادي هي الرقبه مثلا، هجيب بقى حبه الملح. بصوا في الحتة دي اللي بتبقى فيها التجمعات الدمويه والفشش والحاجات دي كده اهو، انا بحب كل حته كده اعملها بايدي. بصوا هدي الجنيه برضو كده التاني. ودي الحتة ديت اهي اللي هو الهيكل اللي من بره ده بتاع الستر. كده واخد الدقيق ببقية الحاجات وهرشهم عليه، امسح ده كله وبعدين ارجع اقول لكم هنعمل ايه. بعد ما خلصتها كده هحط عليها بس حبة خل كده زي ما انتم شايفين، حبة حلوين كده. وايه هعملها كلها كده بالخل عشان كل حتة فيها تبقى دخلها الخل. بصوا بقى وهفتح عليه حبة مية يدوبك يغطيها. بصوا كده انا هعصر عليها كمان ليمون، بس ايه ما لقيتش ليمون بعت ابني يجيب، فاعصر عليها ليمون بقى ايه. بس هنقحها دلوقتي كده، هنقحها يعني ساعه يعني، وهعصر عليها طبعا ليمون بس اول لما يجيبه. بصوا يا دوبك الميه تغطيها. لو انت عايز تنقعيها وتسيبيها فتره اكتر من ساعه حطيها في التلاجة. انا برضه هحطها في التلاجة لان الدنيا حر، فانا هحطها في التلاجة كده علشان ما تبص لان الدنيا حر. دلوقتي بقى تعالوا ننظف مع بعض الكبد والحاجات ديت. بصوا القوانص مثلا، القوانص مثلا كده بشيل الدهون اللي فيها دي كلها اهي كده، مخدش اي دهون فيها. دي واحده كده، وانا هعملهم كلهم بنفس الطريقه، اشيل الدهون دي وارجع لكم من كل القوانص. بصوا انا جيت انضف معاكم القلب، لقيت الراجل فاتحه وبيبقى مقفول كده حبايبي ماشي. واحنا بنبتدي بالسكينه بنشقه كده ونطلع من جواه بيبقى فيه تجمعات دمويه كده، بنغسله كويس. هو الراجل كان فاتحه، انا هشطفهم تحت الحوض تحت الميه كده وبعدين ارجع لكم. بصوا حبايبي، بصوا حبايبي بعد ما غسلتهم، بصوا القوانص بالزيت لازم تتنضف كده. بصوا بنحطها كده وبالسكينه بالناحيه الحاميه اللي بنقطع بيها الخضار. بصوا لازم اكحتها كده، بصوا بيطلع منها ايه. لازم 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 تتعمل كده، بيبقى فيها حاجات جيلاتينيه كده
طبعا مطرح الاكل اللي بيبقى فيها، فلازم نغسلها كويس جدا وتحت المية ونشطفها كويس جدا. بصوا زي الفل ازاي، ولسه كمان ايه هننقعها برضو زي ما نقعنا الفراخ بالظبط، هنقع القوانص بتاعتي كده. الكبد لا، الكبد ما بنقحهاش، الكبد تحت مية جارية بعد ما اغسلها كويس، بروح جاية ايه اشطفاها كويس بحبة خل بس كده وبسيبها تتصفى، لكن القوانص بنقعها زي الفراخ بالظبط لان بتبقى فيها نسبة زفرة عالية. اللي اعملها هشيلها كده جنبي في طبق. هنا بقى الكبد، بصوا القلب طبعا مفتوح زي ما قلت لكم، لو ما كانش فيه مفتوح كنا هنفتحه. الكبده طبعا ما فيهاش اي حاجه اهي، حتى بصوا ما فيهاش تجمعات دمويه، بجد الفراخ اللي متربيه في البيت دي حتى هنا بيبقى فيه تجمعات دمويه كتير كده في الكبد العاديه، لا هنا دي ما بيبقاش فيها، يا دوبك بس هتحتاج شطفه زي ما قلت لكم في مصفى كده بالخل وخلاص كده. انا هخلصهم كلهم بنفس الطريقه وانا على الاوانس زي ما انا قعنا الفراخ بالظبط، ونشوف مع بعض هنعمل الكفته ازاي وهنشوف هننضف. بس الكفته طبعا هنعملها في فيديو تاني عشان ما يبقاش طويل، وهشوف هننضف مع بعض الفراخ ازاي، نغسلها كويس جدا تاني ونشوف هنستعملها ازاي. انا سبت الفراخ منقوعه ساعه زي ما قلت لكم، انا كمان نقعت معاها القوانص كده عايزه خالص، نقعتها معاها وابني راح وما لقاش ليمون فما حطيتلهاش ليمون بقى. هعمل ايه، هاخد الفراخ بتاعتي كده من الميه دي، نحط مصفى هنا في الحوض وهشيلها في المصفى كده، الميه النازله من الفريخ. بصوا هدلق الميه دي واغسلها كويس وبعدين ارجع ايه اغسل الفريخ. حطيتهم في المصفى، بصوا بقى انا هبتدي اشطفهم واغسلهم بايدي كده وبالفرشه. بصوا ديت اللي هي ايه، انا هقطعها كده اهي، هي الست. بصوا كويس جدا كده، ادعكوا كده. بصوا انا بدعكوا ازاي كده اهو، كده اهو مفيش في اي حاجة. بصوا وايز ايه الحتة بتاعت الورك دي كده، اي حتة حطينا فيها ملح والدقيق والجمبري نغسلها كويس بايدينا وندعك ندعك الفريخ، ندعكها ندعك. بصوا كده اهو، كده اهو كل الحتت كده نفضل ندعكها حلو جدا. الأجنحة خلاص كده حبيبي، بعد ما نضفتهم كلهم وغسلتهم كويس جدا هعمل ايه، هفتح عليهم الميه جوه الحوض سرسوب وهسيبها تقريبا كده 10 دقايق الميه عليهم مفتوحه بس. بصوا كده كده الميه، بصوا ازاي كده 10 دقايق ربع ساعه، انا بحب اسيب الميه مفتوحه عليهم شويه كده وبعدين اغسل المصفى كويس جدا وهشطفهم واحطهم في المصفى واسيبهم يتصفوا خالص، وكده يبقى خلاص غسلنا الفراخ بتاعتنا غسله حلوه جدا. ونبتدي بقى ايه، عايزه تعمليها تسلقيها تحشيها، طبعا الفراخ وهي برضو في حالها صحيحه كده تقدري تعمليها بنفس الكلام ده، تحشيها تسلقيها تعملي كفته تعملي اي حاجه، لازم تتغسل كويس جدا. بس الفراخ بقت بتزيق بقى ليها صوت، بصوا اهو عايزه اوريكم الصوت بتاعها. بصوا انا طبعا هسيبها مفتوحه عليها الميه كده حبه، يعني 10 دقايق ربع ساعه. طيبي بعد ما سبت الفراخ كده مفتوحه عليها الميه حبه، شطفتها وحطيتها اهي في المصفى بقى هسيبها تتصفى. بصوا قطعه الفراخ، بصوا بقت نظيفه جدا، بصوا لونها كمان، الخل طبعا بيبيض، بصوا بصوا حلوه خالص. ده طبعا مش دم، ده العظمه نفسها اهو، مش دم ولا حاجه، هي العظمه حمراء عشان احسن حد يقول دم ولا حاجه. بصوا جميله ازاي. بصوا دلوقتي بقى انا هسلق الفراخ اللي انا هسلقها والصدور دي هنعملها كفته مع بعض. بصوا انا عايزه اوريكم الميه اللي نازله من الفراخ، بصوا الميه نظيفه ازاي،
دي الميه اللي نازله من الفريخ من غسيل الفريخ. بصوا تاكلوا فراخ بقى ولا في ريحه زفره ولا في اي حاجه. عايزه تغسل بعد ما قطعناها الغسله التمام دي تشيليها في اكياس في الفريزر عادي جدا. عايزه تشيلي اللحم دوت تعمليه بانيه مثلا وتتبليه وتشيليه اللي هو بتاع الصدر، او شيش طاووق وتتبليه وتشيليه، او كفته برضو تعمليها وتتبليها وتشيليها. اي حاجه عايزه تتبليها وتشيليها عادي خالص تتبليها وتشيليها. عايزه تشيليه زي ما هو كده من غير تتبيل ولا اي حاجه في الفريزر وتطلعيه تعملي بيه اي وصفه انت عايزاها برضو ينفع. انا خلاص كده، وديت كانت طريقتي في تنظيف الفريخ. يا رب تكون الطريقه عجبتكم، ولو عجبتكم الطريقه ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه على اليوتيوب، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.